اسمه سكريب ارت او فن الخرده. المواد اللي بستخدمها طبعا اللي هي الخرده، مخالفات السيارات، الصاج الحديد، الجلازير، التروس، كل ما هو متعلق بالخرده. فبنحاول نجسدها بفكره معينه. حاولت ان انا اجرب اعمل حاجه ولقيت ان انا يعني عندي يعني موهبه كبيره جدا في المجال ده او في الفن ده بالذات بالاخص. وابتديت ان انا اعمل القطعه واشوف اللي في خيالي واحاول اعمل منحوتات فنيه. انوبيس دوت مسؤول عن العالم السفلي ومسؤول عن الموتى، امور الموتى والميزان وريشه معات. فانا عاجبني في الانوبيس ان هي شخصيه جميله جدا، كشخصيه فرعونيه تاريخيه، يعني شخصيه قويه جدا. مستخدم فيها طبعا الخرده، كله من الخرده من الالف للياء، الا الصاج، الجنازير، السوست، المساعدين، التروس، بقلات، كل حاجه، كل ما هو متعلق بالخرده. العامل الفني دوت استغرق مني بالظبط كتصميم شهر، لكن كتنفيذ على ارض الواقع او كمجهود بدني 10 ايام. تقدر تعمل حاجه جميله جدا باقل امكانيات، فمهما كان معدياتك قويه جدا او الامكانيات المتوفره ليك او المتاحه ليك انك تعمل عمل فني، ممكن تكون انت مش بالقدر الكافي ان انت عندك موهبه تقدر تطلع ابداع او خيال او تعمل عمل فني قوي جدا. لازم أن تكون يعني الموهبه متمكنه جدا، تكون عارف انت بتعمل ايه، التصميم والتخطيط وتوفيق القطع مع بعض. عازف الجيتار، هو في ناس كتير جدا من اصدقائي على السوشيال ميديا بعتين لي صوره لشخص اجنبي عامل نفس الفكره بس بشكل مختلف شويه. فانا من طبيعتي مش بحب ان انا اقلد، بس انا بحب اعرف عن الشكل بيتعمل ازاي واعمله بطريقتي الخاصه. خد مني 5 ايام وتنفيذ 4 ايام، يعني شخص كامل بيعزف. فانا حبيت ان انا اخلي نص شخص بفكره مختلفه شويه. السوشيال ميديا عليها طبعا افكار كتير جدا وتصاميم هايله، بس الفكره ان احنا مش بنحب نقلد الشكل اللي قدامنا، احنا بس بنفهم عن الشكل اتعمل ازاي. بعد كده انا بعمله بطريقتي، بس افهم الشكل ده تكوينه ازاي او تشريحه ازاي. بعد كده انت بتعمله بالشكل اللي انت تحبه او بالتصميم اللي هو في خيالك. الخرده طبعا متوفره في كذا مكان، اسعارها دايما معقوله. في منحوتات فنيه بحتاج فيها خرده، وفي منحوتات فنيه بحتاج فيها صاج، بس مش خرده، بشتري جديد بحيث ان هو يعني مع الخرده يشكلوا مع بعض كده زي يعني انسيابيه. احلام عايزها طبعا ان انا اتعرف، اتشهر، ان انا اعلم ناس. الفن ده جميل جدا، فيه رقي عالي جدا، مش موجود هنا في مصر كتير.